الحج كذا مرة، أنا كل سنة الحمد لله بحج. هذا يعني حرام ولا لأ؟ ولا هو مرة واحدة بس؟ لا مش حرام، الحج المفروض مرة واحدة، أما إذا يسر الله لك وحججت كل عام وكنت موسرا فلا مانع من ذلك، لأن النبي قال تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما تنفي الكير خبث الحديد، ويقول من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، ويقول الحج يعدم ما قبله.